تشكيل تجمع يعنى بشؤونها. التجمع يهتم بعدد كبير من الأمور الحياتية، منها تحضير الخبز وتوزيعه وصولا إلى إزالة النفايات، كما يشرف أيضا على دورات توعية وإرشاد لأبناء المنطقة. لسد الفراغ الأمني والخدمي في مدينة الميادين قرب الحدود مع العراق، اجتمع أبناء المدينة على تشكيل تجمع ينظم كل مناحي الحياة ويقوم بدور السلطة الغائبة، بدءا من إزالة مخلفات القمامة وترحيلها خارج المدينة حتى إصدار مجلة ناطقة باسمه لتأمين التواصل بين لجنته التنظيمية من جهة وبين سكان الميادين من جهة أخرى. تجمع أحرار الميادين تجمع ثوري مدني مستقل يهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع وتخفيف أعباء المرحلة والانتقال إلى المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. انطلق التجمع منذ ما يقارب 8 أشهر، شارك في جميع الفعاليات المدنية ومد يد العون للجناح المسلح العسكري. يشرف التجمع على تأمين مادة الطحين لتشغيل الفرن الآلي الموجود في المدينة، ذلك لسد حاجة السكان من الخبز والحفاظ على سعره منخفضا في متناول السكان. للمشافي أيضا نصيبها من التنظيم والإشراف المباشر. أما الشيء الجديد الذي اعتمده القائمون على التجمع فهو إقامة ندوات وحوارات تجمع بين النخب من سكان المدينة للتواصل إلى حلول للمشاكل التي قد تظهر. لجان تجمع أحرار الميادين لهذه اللجنة عدة نشاطات، منها إصدار مجلة بعنوان الفجر. لم يتم إخفال دور حرائر مدينة الميادين حيث يساهمنا بشكل فعال في إصدار هذه المجلة. أيضا هناك إقامة ندوات تعريفية وتوعية في مدينة الميادين. بفضل الله تمت الأعمال على قدم وساق كما ترون، ونحب أن ننوه لأهالي الميادين والشعب السوري كافة من يسمع كلامنا أننا والله العظيم نرتفع بعملنا هذا ولا ننخفض. عندما تغيب السلطة عن المدن السورية المحررة فإن لجهود أبنائها وفكرهم أن يسد الفراغ الناشئ، يمر ذلك بتحديات كبيرة ومتاعب أكبر لا يلبث الشباب إلا أن يتغلبوا عليها بفكرهم وهمتهم. والآن نبقى مع الصور التي وصلتنا قبل قليل من معلولة، وكنا فقط نعد